يا ربي يا كريم. الحلقة الزوجة تاع رحلة بدون عنوان راح تبدأ دوكا وتبدأ بخسارة عضو الفريق اللي راه رايح. وشنو ماشي يقدر يجي معنا؟ علاش قولوا معنا؟ شئت الأقدار بأني ما طلعت الأسدو. شحال سقامتك دخلة؟ طنبور. شحال سقامتك دخلة؟ 300,000. خلص 300,000 باش يدخل الألجي. على خير حبيبي. لا خسارة عظيمة يا. دوكا تبع لربي وين نروحوا دوكا؟ لا لا نخلوها على ربي نخلوهم هما يشوفوا في الفيديو. قبل الوقت راهي الوحدة مازال شحال باش لحق 8 سوايع؟ هكذا سبعة ان شاء الله نلحقوا وين انا رايحين. نهضروا سيدي عقبة. يا الله يا كريم تنحوس على واحد الرجمور باش نحط فيه ال قارون اللي عدس كذا شت هذه بيها البلاستيك ولا فايس في المستلم. السلام عليكم. شوف تاع البطاطا ندي وحده. يلا ندي وحده هكذا. شحال دير هكذا؟ 15. صحيح ربي يحفظك راه صح. راني نعمر في داري شريت باش نقشر البطاطا وهذه باش نحط فيها العدس لوبيا العفايز هذوك غالي خير من والو. الله يبارك عمرو فيها. With you I can be sad with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. يا الله قال لك التجاوز الخطير يكلف الكثير. تما مليح واحد يمشي بالعقل ومن داك تكون بلاصه كيما هذه يريح ويستخلف. شوفوا برك الخلوي. شوفوا برك الخلوي. الطريق راهي لينا. شوف العتروس يا دادا العتروس. واحد الخلوي رحمة ربي الله رحمة ربي. هذا وين جزنا من بلاصه اسمها مشونش درتها لكم في واحد الفيديو تاع بسكره اللي ما شافهاش يدخل الفيديو اللي هنا يشوفها. قالت عبيد تقول لي جمال جزت على بسكره ما درتناش فيديو بزاف جزت على درت فيديو على بسكره بصح باش تعرفوا برك الفيديو هذه تاع الخطره قلت لكم نعيشكم معايا. ما حبيتش كاين بلايص راني ندوز عليهم ما حبيتش نفزدهم نصورهم غير بالتليفون قلت نعاود نولي لهم بكاميرا بالدوز على بالك تكتب ربي نجيب درون ولا هذه الدنيا بالك يولي مسموح في الجزائر. هاي الحاله الداخل والله رخصيت فيها يا صفيه. والله يا صفيه غير بلاصتك من اللور والله كانت باينه لازم تكون يا معليش ربي يوفقك ان شاء الله وربي يوفق كاع الناس اللي راهم يجوزوا في زيكزاما والناس اللي مجوزوا راه طراباج وكاع الناس اللي راهي تقرا ربي يوفقكم ان شاء الله من هذه البلاصه هذه. هو فرحان ويلعب شو طفل صغير سعاده. صوتي صوتي نعم قاعد خو والله الخلوي برك. نتمنى لكم الطريق السلامة ولاية بدنا ترحب بكم. وهكذا رسميا دخلنا لولاية بدنا وهذه المنطقة هذه اسمها كاف العروس الله أعلم. داك الشيء تبعنا بكاف العروس تحياتنا سمحولنا ما قدرنا نهبسوا نخاف الوقت تاع الكونفيرمو دابا كان حبلنا الوقت هذا. دودانا جمال حبس دودانا. أوه استغل استغل طلم لها طلم لها طلم لها طلم لها. هنا مباشرة من شرفة غوفي لفوق دو غوفي
تكسل وزيد ابو زيد. الله بارك خليك عليم يا خو. الله غير عليم مكثير في البني هكا. هاك شو نطلعكم بابيكم في غوفي. هذه هي شرفة غوفي اللي هي لي بالكون دو غوفي. الله يبارك يا الله يبارك. اصبر دقيقه نسكت العتروس. عتروس اسكت تقلال العتروس هدايا اسكت علينا. ايوا رحمه شو العتروس كي يسكت. الله غير تسمع الكان يا ايرميا. شحال خلواني خيالي يا خاوتي ليك زعما شغل بالخشين. ماو باش نلحقو بين سليمة. الله غير سليمة يا خوتي. هاني فرحان راني فرحان. شحال راهي؟ راهي 4:30 و8 لازم نكونوا لحقنا وين انا رايح. ان شاء الله فيها خير. ان شاء الله نحقوا في الوقت وما نطيحوش من بان. ان شاء الله فيها خير. ايوا مصباح وانا نمشي ونقول نشوف كاش واحد ينفخر رود. الله اعلم هذا ينفخر رود. لا لا ها كيفاه ها نعبر شي رود هنا قصير. الله يعطيك الخير بارك الله فيك. الله يبارك يا خويا. ان شاء الله يروح المرض هذا ونجو لك الخطره الجايه ان شاء الله يا خويا. ان شاء الله ربي يجازيكم بارك الله فيكم. على ربي والوالدين كل على ربي. ما صافي بليزير حتى في البلاصه هذه عقل ولا قال العتروس هذايا. العتروس الله يبارك فيك. ماشي المرض هذا ولا غنضيفوكم على بالنا باللي المرض هذايا ها وغمنا كاع حتى الخرجه هادي. شوف لازم عاد 8 نلحقوا الباص هذيك. تستريسي والله غير تستريسي. تروح تجري كدا ما قدرتش كيما انا دوك هكا ما قدرتش نفيلمي كلش. شوف غادي لا مقبله كنا نستخلوه كنا قاعدين قادو في غوفي اكثر. واش رايك؟ باتوا ليله تما مش كان قادو تاع غوفي تاع طول فيها بصح الله غالب. ليكيب هنا ما كاش كيفاش ما نحبش في طريقنا للبلاصه اللي رانا رايحين فيها. بدات تطيح شويه الظلمه تحت في البلاصه جامي ما دزت عليها. شتي بزاف يتصوروا هنا بصح شغل كي تجي لهنا تحس واحد الحاجه شغل سبيسيال. هذه يسميوها تغيد. هنا هو موقع اندلاع ثوره اول نوفمبر 1954. هنا كانت اول رصاصه لي ربي يرحم الشهداء كاع اللي ماتوا. والله تهدر شغل كي تهدرها تحسها واش كي تهدر شغل جس عليها معه قريتها وقلت نورمال. ما عندها كي قريتها لكم والله غير حسيت واحد الحاجه شغل لحمك شغل يشوق هكا تاع منا. كانت اول رصاصه تاع اندلاع الثوره وربي يرحم الشهداء كاع ربي يرحمهم. هذه هي على كل حال. على كل حال الساعه راهي 17 الخمسة قريب 20 ورانا رايحين حبه حبه. 8 تغلق الطريق ان شاء الله نلحقوا وين لازم نلحقوا في الوقت المناسب. هذه هي نكملوا الطريق. انا حبيت نحبس على هذه البلاكه ونتكلوا على ربي.
قول والله والله غير طالب يا قول والله خرامني والله خرامني حفظوك يا خويا. درنا فيها رابيطاي مال الخبز البيض شويه شويه مقارون شويه سباغيتي شويه العفايس هذوما واحد كثر خيرو عمرنا بدون ما وزاد لنا والله غلبانه البيض من عنده وراه رايح يجيب لنا الطوماطيش خروق قتلوا البرد خويا خالد واحد البرد لا لا واحد البرد كي بدينا نطلعوا دوكا رانا قريب نلحقوا الاريس واحد البرد قاعد مسكين البارح سخانه بدو ميمو وحده طار البرد يا حبيبي طار جاي ستريق زهر منايا انا قاريت خرج منا ماكش كان استناها قال لي انت يا ربي يحفظك يا وزدت الله فينا الوالده اسمعي جبت لنا الكسره والله جبت لنا الكسره الوالده تاعو ربي يحفظها البرد حبيبي الله يحفظك خويا العزيز الله يعطيك الخير ميرسي بوك وربي يحفظك يا خويا عليلو تاع ابو فارق كثر هيك ربي يحفظك خويا سلم على الوالدين ربي يحفظهم رانا جايين حبه حبه البرد راهو يضرب فينا ماشي حبه حبه شقلب شقلب طح 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 يبعض على راس تاع البرد واش تستنى بلي راهو هكذا البرد هنايا اي باسكو يا خو شغل باتنا 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 معروفه بالبرد حبيبي لازم يضر هذيك البلاصه اللي رايحين ليها شحال بارد اكثر ان شاء الله فيها خير مرحبا بكم في ولايه خنشله رانا في خنشله الله اعلم كي تسمعوا بلي رانا في خنشله على بالكم وين انا رايحين باتوا في بلاصه في خنشله وين؟ قلنا بك شحال 500 متر في دائرة بوحمامة رانا قريب نلحقوا إن شاء الله ادعو بك إن شاء الله يا ربي قال لك البورطاي هذاك من ذاك يغلقوه تاع الحديد تما ما يخلوكش تطلع الغابة الفوق حنا إن شاء الله نقول إن شاء الله يا ربي يكون البورطاي محدود إن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله يكون البورطاي محدود بالكادنا بالكادنا انه بالكادنا اي علاش علاش ديروا لنا هكذا يا ربي دوك نهبطوا نشوفوا واش كاين اليوم ما كتبش ربي باش نطلعوا لفوقه كنا ناويين نطلعوا للغابه ليك واش من بلاصه رانا صبعنا نقول لكم دوك نلحقوا دوك نلحقوا دوك لحقنا بلاصه هذه سميوها شيليا جايه في ولايه خنشله الغابه هذه كنا حايبين نطلعوا ليها بالعتروس ما كتبش ربي علاش الباب راهي مغلوقه صامي قال لي بالك تلقى الباب مغلوقه بالك تلقاها مفتوحه علاش راهي مغلوقه قال لك مع المرض هذا واش صاري جاو الدرك لهنا قالوا للعساس قالوا ما تخلي حتى واحد يدوز البورطا هذا ويطلع لفوق تما واش قالنا قالنا تقدروا تطلعوا ابي تباتوا الفوق وانا معاك تعيان وما عنديش الماتريال باش نبات الفوق البرده بزاف لهنايا قلت شنو نباتوا اليوم داخل العتروس نظموا امورنا نطيبوا العشاء تاعنا دوكا راح تعيشوا معنا واش راح نطيبوا وبعد غدوة ربي يعمل تاوي المهم واش راح نطيبوا بطاقاز هذه تسلك على كلها صبرت نشعل النار وعندي بريكي عندك غنديروا فيها مقارون مع البرد لازم حاجه دافيه باستا الباستا خويا باستا تاع الكور هذه علي مقارونه نغليو لها شويه الماء شويه زيت ليه الزيت باش ما تلصقش انت كنت في الطرق شريكي انت كنت في الطرق غير هاك حبيبي هاديك السله اللي شريناها مقبله هاديك باش ندير فيها هاد الصوالح هاديك مليحه صلاح يا يما او يغلي والله يغلي حرقني هاد التقابي هادو ما يخرجوا الفوار بسم الله يا ربي المقارون المقارون اللي بقى اللي كلينا مع سفيان سفيان هادي في خاطرك حبيبي خلاص دوك زيت تولد زيت تولد الاخرى اللي طاحت في اللبن نفدها ونحطها في خاطر صوفيا خلاص خلاص ايوا اوه يتفور ايوا هي خلاص نشفت من الماء على كل حال ما قدرناش نعمروا لها بزاف الماء دوكا واش نديروا نعاود نرجع لها هذه خير نحيوا الماء هذا اللي راهو فيها خرج واحد البرده برا يا خالد اوه ابا كنحس به يا اخو خلاص خرج مابقاش بزاف الماء فيه ايوا انا واش نديرو له نديرو له الحليب وي الحليب تخشوا بالحليب هاي الحليب هكذا هو مصيبه
زيدوا له شويه صبرتوا زيد شويه قيس باسكو من بعد كيزيد يطيب سوا سوا هاي مليحه فكرتني في الماك انت ديك سالي مستفهم صح بيبي اوه ديك البنه حبيبي كل حبه اللي هذا واحد عليك. حبه زوج هذا ثلاثه هذا اربعه هذا خمسه وهذا حبه سفيان خويا العزيز حبه سفيان هذا حبيبي بقى سفيان سفيان خلوه يدوب باش يجي بنين وفيه بركه ها يكفي لا خليها تزيد طيب شويه لازم يدوب مليح الفرماج خليها تزيد طيب شويه زيد لها شويه حليب انا جو بون زيد لها شويه حليب متخشخوها شويه متخشخوها شويه فيها عجوه بزاف يا بيان خلاص خليها تهت شحال باين بلي بنين خوتي انا دوك نطلع الطابله السحريه تاعي اللي ما استعملتهاش بزاف هاي لك بالكال الله غالب انا مديبانيها بالحطبه شد ما كاش كيفاش كدا حبيبي 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 جبت الكرسي تاعك هضرب المكرون شو 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 دوك المكرونه شو دوك المكرونه شو ديك المكرونه الله يشمكوك يا يما يدير لك مع الغم البنه والله بنينه شي زعما كاين تاعي والله بنينه الدفي لازم نكون عفسه الدفي راني يا الخاوه اللي بدوني خاطيني رايك خاطيني رايك يا باينه بلي تقول بنينه ما تقولش بنينه دوك تهبط شي كيت بات برا اصبر شو اصبر دوك تهبط بات برا شريكي ثلاثة زوج واحد لا يما بنينه سيرو تهبط هاي ليك قولها بصح لازم نسمعها بنينه ايوا سفيان راك تسمع بنينه جمال ايكيب حان وقت رقاد تيبو خلصت علينا اول رقدة تاعك في العتروس اول رقدة شريكي خلاص تخلوها شريكي ايكيب تصبحوا بخير صلوا بركي تفضوا كيفاش الحال واحد زوج ثلاثة تصبحوا بخير